هلا والله، ازيكم؟ ده اخونا في الاسلام وفي الايمان، يعني بيقول لي ازيك يا استاذ محمد، من 5 سنين وانا بشوف كل محاضراتك اوكي وفيديوهاتك انت وفلان وفلان وفلان. طيب الوحيد اللي تواصلت معه حضرتك، انت الوحيد اللي جاوبتني، يمكن لانك الوحيد اللي بتتعامل بحياتك مع البشر وبتنظر للاخرة ولله، ويمكن لانه عندك تواضع، او يمكن انت من عيلة طيبة، ما عرفت احدد. المهم عندي سؤال أخير وبوعدك ما أزعجك بعد اليوم، الوحيد اللي قادر يعطيني من الأربعة اللي ذكرتهم فلان وفلان وفلان، إنك أنت لأنك أقربهم لله، التلاتة الفلانيين الأخرانيين دنيويين. ما علينا، أنا ما بحكمش على حد. بما إنه الإنسان من لحظة ولادته وحظوظه مرسومة من مال وسعادة وتوفيق ونضج فكري، يعني خريطة فيني أعرف راح أكون بهذه الدنيا مفشوخ وكاتب مقتبسة منك او الخ، معناته ان انا ما فيني غير شيء مهما اجتهدت. ماشي، خلينا نشرب بس قبل ما رمضان الفجر يقدم. يعني انا خريطتي مش عارف ايه مفشوخ مهما اجتهدت، ماشي، او سعيد او ذكي او احمق او محبوب، معناته ما فيني غير شيء مهما اجتهدت، ما فيني غير شيء، لان هو الاخ ده سوري واضح من لهجته، ما فيني اغير شيء مهما اجتهدت، مهما حاولت اشتغل والمشتري مبعوث بالجدي مقتبسة او زحل بالسابع او اي كوكب وضعه سيء بخارطتي، ما فيني اصلح شيء، وحياتي مرسومة سلف، وكأني للأسف مسير ولست مخير. شفت؟ وللأسف مسير ولست مخير. انت صادق وصريح، واذا بدك تجاوبني لا تلف حول الجواب مثل المشايخ، قول الصدق، بتعرف شو بدي اقول لك. وبعدين الجزء الثاني من الرسالة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد فيها ما زاد، وان هو نهى عنه عشان دي بتشوه عقيدة وفكر السوارية. السوارية هم يتفلسفوا، يا فلسفة السوارية. ايوه، هل علم رائع بس ما كل الناس بتستوعبه. الواحد قادر من قراءة خريطته يعرف طبعه ومستقبله، انا واثق. بعدما تقرأ رسالتي راح تحضرني. انا ما حضرتكش ولا احضرك، لا تقلق. ما مهم، المهم ان حكيت اللي بقلبي لشخص راح يفهمه. الله يجمعني فيك، بالدنيا صعب، حاول تروح على الجنة، المرء مع من احب. لا يا راجل، ان شاء الله لا هنجتمع لا في الدنيا ولا في الاخرة، ريلاكس بس ريلاكس. الموضوع خد 3 دقايق عشان اقرأ رسالتك. تتمحور رسالتك حول جزئية معينة انا بعمل عليها علامة احمر، ان انت بتقول ان الانسان مسير وليس مخير. ايوه، الانسان مسير في اشياء ومخير في اشياء. انا ما اخترتش ان اسمي يكون محمد، انا ما اخترتش، يعني انا ما اخترتش، وانا ما اخترتش ان اتولد في مصر، انا ما اخترتش الاختيار ده. طيب، وانا ما اخترتش برضو ان انا يعني اكون من العيله اللي انا منها، او من المدينه اللي انا اتولدت فيها، او القريه اللي انا اتولدت فيها. دي اشياء الانسان مسير فيها. فانا هعمل عنوان الفيديو الخريطه الفلكيه، والانسان مسير ولا مخير. انت بتقول انه طالما ان الكواكب مبعوثه في خريطتي يبقى هعمل ايه؟ لا يا حبيبي، انت تعمل كتير. الحل الوحيد لعلاج نحوسات الخريطة، سواء كانت مواقع كواكب نحسة أو اتصالات نحيسة، هو الوعي. الوعي يا بابا، خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هو ربنا حطك في الدنيا دي اختبار. يعني الواحد لو كان كافر المطلوب منه يسلم ويدخل في الإسلام، الدين الحق اللي بيحرم الربا، وعشان كده وبيحرم العلاقات المحرمة، وبيحرم الخمر، وبيحرم لحم الخنزير، وبيحرم العلاقات الجنسية الكتيرة أو الزيادة عن اللزوم، أو الجنس عموما محرم خارج نطاق الزواج عشان الأمراض الجنسية. يبقى كل ده الدين هو اللي بيحط لك نظام صح. طيب، مفيش مشاكل. الدين بقى بيقول لك إيه كمان؟ الدين بيقول لك خد بالأسباب. الدين ما بيقولكش نام وارتاح يأتيك النجاح. لو انت الخريطة الفلكية هتساعدك تعرف نفسك وتعرف دنيتك ومشاكلك. الخريطة الفلكية هتساعدك في ايش؟ انك تعرف حظوظك في الحياة. لو انا عرفت حظوظي في الحياة، يبقى خلاص ابتدي اشتغل عليها. اعرف حظوظك وصفاتك وسلوكك عشان تبتدي تشتغل على نفسك، تبتدي تعدل العيوب اللي في نفسك. الغلط يا حبيبي اللي في نفسك ما تعملوش. يعني مثلا 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 مواليد قمر العقرب عندهم غير الشك، يشك 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 يشك، ماشي، يبطلوا شك.
مواليد برج الحمل مزعجين وبدائيين وفيهم همجية كده وفيهم غباوة كده، زي صدام أبو حسين ابن صبحة. عارف صدام أبو حسين بتاع العراق ابن صبحة؟ كان عنده زحل كوكب السياسة في برج الحمل في الهبوط، فعشان كده فشل في السياسة وحكم العراق 23 سنة. ال 23 نقسمهم أول 10 سنين ونقسمهم 13 سنة، دخلهم 10 سنين في الحرب العراقية الإيرانية اللي بيسموها حرب الخليج الأولى، و13 سنه بعد ما غزا الكويت اتفرضت عليه عقوبات 13 سنه لحد ما سمحوا له بالنفط مقابل الغذاء سنه 94، وبالتالي ده شخص فاشل في السياسه. لو احنا عرفنا وبنته بنت الكلب ملعونه الوالدين رغد، الله يلعنها في كل كتاب، رغد صدام ابو حسين عليها لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، نفس النظام زي ابوها الخنزير عندها زحل في برج الحمل، نتعلم ايه؟ نتعلم انه البت المنجوسه دي طالعه زي ابوها منجوسه، فبالتالي هي مش مسيره ولا مخير، هي في صفات فيها المفروض تعدلها. بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره يا حبيبي. وبعدين الدنيا دار ابتلاء، فانت لما تعرف الابتلاء بتاعك الخريطه الفلكيه هتساعدك على معرفه الابتلاء اللي ربنا ابتلاك بيه. يعني انا ربنا ابتلاني بالاصدقاء المعرصين، كل اصحابي يطلع شويه خوالات وما ابغى اشتم لان خلاص الفجر بيدنا، وشويه معرصين يعني ما مش هشتم اكتر من كده، وبقابل في حياتي كتير بشر ولا كلب. في دلاله في خريطتك انك هتقابل بشر ولاد كلب كتير، بيبقى في دلاله. في دلاله في خريطتك انك هتقابل بشر كدابين كتير في حياتك، في دلاله. في دلاله انك في خريطتك كل العلاقات العاطفيه او معظم العلاقات العاطفيه هتفشل فيها، او هتقابل اشخاص غير مناسبين، طب والحل؟ الحل بقول لك عليه، الحل هو الوعي. الحل هو الوعي، فهمت؟ الحل هو الوعي. الحل هو الوعي. تاني كمان مرة، الحل هو الوعي يا بابا، الوعي، انك تتوعى، انك تتوعى وتفهم كل ما يدور حولك، وانك تستوعب حظوظ خريطتك السلبية وتفهمها. الغرض من تحليل الخريطة هو فهم نفسك وحظوظك وصفاتك وسلوكياتك عشان تبتدي تشتغل وتطور نفسك وتحسن من نفسك، مش انك تفضل رخمة غتت غلس نايم زي اللي نايم على فخادك، ولا نايم مش عايز اشتم اكتر من يعني نايم على طيزك وقاعد ومستني ان الحياه تتغير من حولك. لا يا بابا، الحياه مش هتتغير من حولك طالما انت نفسك ما اتغيرتش. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الكلام ده قلناه كتير وقليل. الانسان مسير في اشياء ومخير في اشياء، طيب لكن من الممكن ان تغير من واقعك. فالمهم يا اخوات الاسلام والايماني، الواد السوري هيتجنن. يعني الواد السوري اتهبل في دماغه، انت فاهم؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك طالما ان كل حاجه موجوده والزحل في البيت السابع، انا ادور على زوج ليه او زوجه ليه او شريك حياه، طالما ان انا عندي زحل كوكب البلوك في البيت السابع بيت النحس، او مش بيت النحس، هو كوكب النحس في البيت السابع بيت الجواز والعلاقات، وبالتالي بينحس الشراكات والعلاقات ويخليك تشوف المر والمرار وجرجرة المحاكم والمنكحة بتاع زحل في البيت السابع. قرف يعني. ما هو تفسير زحل في البيت السابع؟ حاجة تقرف، شيء مقرف، صعوبة في الزواج، مشاكل في الزواج. طيب ما فيش مشاكل، احنا ما عندناش مشكلة في الكلام ده، وبعدين ولا قبل ايه هتعمل ايه انت بقى؟ هتقعد تحط ايدك على خدك زي النسوان وتقعد وتسكو؟ يعني هو ربنا خلقك في دار ابتلاء تحط ايدك على خدك زي النسوان؟ ما ينفعش. ولا بتحب قعدة المصاطب زي النسوان؟ ما ينفعش يا بابا، ما ينفع. انت ما اتخلقتش عشان تحط ايدك على خدك ولا علشان تقعد كده. فانت هتقول الانسان مسير ولا مخير؟ انا قلت لك الانسان مسير في اشياء ومخير في اشياء. انا وانت، انت اتولدت في سوريا، انت ما اخترتش انك تتولد في سوريا، وما اخترتش ان اسمك يكون فلان، وما اخترتش ابوك وامك، ما حدش فينا اختار امه وابوه، وما اخترتش الديانه، وما اخترتش انك فين تعيش فتره الطفوله. ما انت في حاجات احنا ما اخترناهاش، دي احنا اشياء مسيرين مجبرين عليها. يعني انا مجبر ان انا ابقى مصري، انا ده يعني غضب من فوق سبع سماوات. طب هنعمل ايه؟ طيب اهو ابتلاء من الله، وانت اتخلقت في سوريا غضب من الله، ربنا غضبان عليك فخلقك في سوريا، وانا اتخلقت في مصر فغضب. هو ربنا اختارنا كده وغضب علينا وابتلانا بالولاده في الدول ملعونه الصلايب دي، وده احنا عايشين، هنعمل ايه؟ طيب فانت مسير ومجبر ومغصوب على الاشياء دي، لكن مخير في اشياء تاني كتير. مثلا
ما حدش طلب منك بقى انك تفضل قاعد في بلدك، انت مخير بقى، انت مخير انك تهاجر، مخير انك تروح دولة جديدة، مخير انك تغير حظك، مخير انك تغير لبسك، مخير انك تعدل ديانتك لو انت ديانتك مسيحية او يهودية وحبيت تغيرها وتدخل الاسلام، انت مخير بقى، مخير في اعتقادك وفي منهجك، مخير ما بين الخير والشر، انت معاك سكينة، انت مخير بقى، مخير تمسك السكينة دي تعمل طبخ وتبيعه زي الأسر المنتجة اللي بتبيع الطبخ وبتطبخ وتبيع وتقطع بها الخضار والفواكه وتعمل سلطة خضار وفواكه وتبيع، أو إنك تمسك السكينة وتعمل جريمة والعياذ بالله وتدخل السجن أو تدور في داهية. فأنت مخير ولا مسير؟ في حاجات أنت مخير فيها وفي أشياء أنت مجبر أو يعني مسير فيها، أو كلمة مسير معناها مجبر، مجبر وغصب عنك وترجع على خشمك وبالجزمة، فإحنا بنصبر على الابتلاء اللي ربنا ابتلانا به وخلاص، يعني هنعمل إيه طيب؟ لكن 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 الخريطة الفلكية مهمة جدا. الخريطة الفلكية دي من أهم الاختراعات، انه انت يعني تفهم نفسك، تفهم البشر اللي حولك، تفهم الدنيا المهتوكة دي عايزة منك ايش، تفهم كوكب الارض، تفهم البشر المعرضين، تفهم يا اخي. ما هو الفهم هو اللي بيخليك تغير. احنا عرفنا دلوقتي ان فيه مياه جوفية في الارض وبيستخرجوا المياه الجوفية وبيحطوا لها علاج او معالجات وفلترة وتصبح مياه صالحة للشرب. التكنولوجيا والطيران والمترو والقطارات والكهرباء والمية والمحطات والطرق والكباري والهندسة والهندسة الطبية وكل ده جه ازاي؟ ما هو كل ده جه من الاختراع والابتكار والتغيير والناس اللي بتفكر تغير وتطور وتحدث. اما بقى ان انت عايز تحط ايدك على خدك زي النسوان، ما بحبش احنا الكلام ده، يعني حزب الكنبة، يعني انت عايز تنضم الى حزب الكنبة، كلامك كلام ميأس وكلام محبط وكلام مثبط، زيك زي مواليد برج الجدي، زيك زي مواليد برج الطور المعرضين، زيك زي مواليد الابراج المعرصه اللي بتقولك ما تعملش حاجه، انام وارتاح ياتيك النجاح، من طلب العلا نام الليالي وشد اللحاف ولا نمالي. فبيني وبينك خطوه ونص، ولا بتقرب ولا بتبص. بيني وبينك ايوه انا شرحت الكلام ده كتير وقلنا الكلام ده كتير. ذا ستارز امبل زيدون تكمبل، الكواكب تحفزك ولا تجبرك، الكواكب تحفزك ولا تجبرك، بتقول لك روح اتعصب واضرب ولادك، بس ما يعني هي ما اكبرتكش تضربهم، هي بتحفزك انك تضرب ولادك بس ما اكبرتكش. الكواكب بتحفزك انك تضرب مراتك بس ما اكبرتكش على الموضوع، يعني ممكن تضربها ممكن لا. الكواكب بتحفزك انك انت تقوم تشتغل وتجيب فلوس، هي بتحفزك، عايز تقوم تشتغل وتجيب فلوس انت حر، عايز تنام على بطنك زي النسوان نام على بطنك، عايز ترقد على السرير زي المره الوالده وتفتح رجليك براحتك انت حر، دي حاجه ترجع لك يعني. فيا أمة الإسلام ويا إخوة الإسلام، أيوة تفضل، يعني تفضل، يعني 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 أنت بتسألني في بديهيات ومنطقيات، يعني لقد وصل بنا الحال ولقد وصل بك البؤس والشقاء أن تسأل في بديهيات ومنطقيات. يعني اللي حصل عندكم في سوريا، ما حصل في سوريا من 2011، في ناس هاجرت وراحت ألمانيا وناس راحت مصر وناس راحت الأردن وناس راحت العراق وناس راحت لبنان بلد البتنجان، والناس بتغير دنيتها يعني. امال ايه؟ طب ما هو ده صنع قدرا جديدا في بلدا جديدا، ومنهم اللي غير لغته ومنهم اللي غير باسبوره وعاش في مكان جديد. حد اكبرك انك تقعد في نفس المكان؟ هاجر، هاجر لو المكان مش عاجبك ماشي، يعني الهجرة ده من أحسن الأشياء. طب ما هو الرسول اتولد وكان فيه كفار قعد يضعوهم 10 سنين وبعدين سابهم ومشي، هاجر راح المدينة، صح كده برضو؟ صح. الكلام ده اتكلمنا فيه 1000 مرة، الوعي والإدراك والتفكير والانتباه وأخذ الحذر والحيطة هو اللي بيساعد، والأخذ بالأسباب. أيوة حلوة كلمة الأخذ بالأسباب دي، أيوة والأخذ بالأسباب. أبى الله إلا أن يجعل لكل شيء سببا. يعني أنت تصدق إلا أنت تافه، تصدق إلا أنك تافه ورسالتك تافهة زيك، يعني إيه اللي بيخلينا نرد عليك؟ يعني الكلام واضح، يعني أنت بتقوم من النوم تزرع وتسقي والزرع بيطلع بقدرة قادر، أنت بتحط البذرة في الأرض وبتسقيها وبتهتم بيها وبتحصدها، أنت بتقوم بالواجب اللي عليك والطبيعة بتديك الواجب اللي عليها، الموضوع سهل وبسيط. انت معقد المواضيع ليه يا اخي؟ تحس ان السوارية اتجنوا في دماغه، يعني السوارية عندهم مشكلة في البديهيات وفي المنطقيات. يا ولد الشعب السوري جاله جنان ولا تهبل ولا انتوا ايش في امكم انتوا بالظبط؟
فما تقلقش ان شاء الله، لو الفيديو ده ما كفكش اعمل لك 4 سنابات تاني كمان مرة. الوعي هو الحال، والتغيير هو الحل، والرغبة في التغيير هو الحل، وانك تطلع من القوقعة والمستنقع والشرنقة اللي انت فيها. حلوة دي، هبقى بكتب عنها الموضوع ده. المستنقع اللي انت فيه اطلع منه، الشرنقة اللي انت فيها اطلع منها يا اخي. يعني انت عاجبك حالك حاطط ايدك على خدك وتقول لا اصل والله زحل في البيت الاول، اصل زحل في البيت الثاني، اصل انا مش هعمل حاجة وهنام وارتاح ياتيك النجاح عشان زحل موجود في البيت الخامس. يعني ماشي، احنا قلنا ذا ستارز ان بل زي دونت كومبل، الكواكب تحفز ولا تجبر. طيب ترى انا كلمتك كتير وشرحت لك كتير، لو فهمت الفيديو ده شكرا ليك، لو ما فهمتوش انت عيل عايز اللي يركبك. انا اسف، بس يعني انا ما ابغى اكون سافل وقليل الادب، بس يعني انت بتستفزني يا اخي برضو. موضوع بديهيات ومنطقيات وحاجات مش مستاهله كلام يعني.